موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. المستهل بالتعاون، حيث أكد وزير شؤون الخارجية الصبري بقدوم خلال اتصال هاتفي أمس مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي على أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لبلورة نظرات مشتركة حول أولويات اتفاق الشراكة وجميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان الاجتماع 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد عقد مطلع ديسمبر الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي برئاسة صبري بوقدوم، منصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. ويذكر أن الجزائر كانت قد وقعت في 2002 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في 2005، وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في 2017 قبل أن يتم تمديد أجل إقامة هذه المنطقة إلى غاية 2020. أكدت وزارة شؤون الدينية والأوقاف في بيان لها بأن مسألة صلاة التراويح قيد الدراسة ضمن بروتوكول صحي يشمل برنامج شهر رمضان الكريم، وستصدر وزارة شؤون الدينية والأوقاف بيانا رسميا بشأن برنامج شهر رمضان في حينه على موقعها الرسمي وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح البيان أنه لم يصدر عن الوزير أو الوزارة أي تصريح بشأن توقيت صلاة التراويح، وما نسب إلى المسؤول الأول عن القطاع من تصريح تداولته بعض الأوساط الإلكترونية هو محض كذب وافتراء. قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق شعيب ألطاش المتهم في قضية اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني العقيد علي تونسي. وجاء حكم المحكمة بعد انتهاء المداولات في هذه القضية التي طالب فيها النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم. دوليا، نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بتورط السفينة البريطانية كامبيريا في عمليات نهب الفوسفات الصحراوية التي يقوم بها النظام المغربي، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء التي لا يملك المغرب أي سيادة عليها. كما نبه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وتم اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس إلى الحالة الكارثية في الأراضي الصحراوية المحتلة، لا سيما في أعقاب العدوان المغربي وخرقه وقف إطلاق النار. واستنكر الرئيس الصحراوي تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهم المخزي في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي قام به المغرب، وهو الأمر الذي شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ممارساتها القمعية والهمجية في الأراضي الصحراوية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 7 فلسطينيين بالضفة الغربية. من جهة أخرى، صادقت محكمة الاحتلال أمس على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل في خطوة ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد الحرم والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات الحرم وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية. وفي جديد الجائحة، أفادت أبحاث أجرتها كلية الطب بجامعة واشنطن أن 3 تحورات جديدة وسريعة الانتشار من فيروس كورونا يمكنها تجنب الأجسام المضادة التي تعمل ضد الشكل الأصلي للفيروس. وأظهرت الاختبارات الحديثة قدرة على تحييد السلالة الفيروسية المتحورة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.
في رياضة ولحساب مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، يواجه اليوم شباب الوزداد فريق الهلال السوداني بملعب 5 جويلية ابتداء من الساعة 8 مساء، وهو اللقاء الذي ينقل مباشرة على القناة الأولى. فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. ختام الموجز في أمان الله.